زيارة عنونت بالتاريخية، تلك التي يقوم بها ترامب إلى المملكة العربية السعودية. الزيارة بدأت باستقبال حار خص به الرئيس الأمريكي مباشرة بعد أن وضع قدميه في العاصمة الرياض. وقبيل الانطلاق في أشغال القمة الأمريكية السعودية، قلد الملك سلمان الرئيس الأمريكي قلادة الملك عبد العزيز التي تعد أحد أهم التشريفات السعودية للقادة والرؤساء. هذه القمة السعودية الأمريكية اختتمت بتوقيع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من اتفاقات التعاون في العاصمة السعودية الرياض، وعلى رأسها اتفاقات التعاون العسكري التي بلغت قيمتها 460 مليار دولار، منها 110 مليارات دولار قيمة صفقات عسكرية سابقة. ستسلم بموجبها واشنطن أسلحة على الفور للجانب السعودي، بالإضافة إلى صفقات تعاون دفاعي بقيمة 350 مليار دولار على مدى 10 سنوات. أما في المجال الاقتصادي فقد منحت السعودية تراخيص للاستثمار بها ل 23 من كبرى الشركات الأمريكية، كما وقع الملك سلمان والرئيس ترامب بيان الرؤية المشتركة للبلدين، الذي قال عنه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه يهدف إلى تقوية العلاقات بين البلدين. كما تحدث تيلرسون عن تنسيق الجهود مع المملكة العربية السعودية وحلفاء واشنطن لمواجهة تهديدات إيران، لا سيما دعمها الميليشيات المتطرفة في عدة دول بالمنطقة. يجب أن نهزم داعش على الأرض وفي الفضاء الإلكتروني، وسنعمل على تعزيز الدفاعات الخليجية للتصدي للنفوذ الإيراني، كما نعمل بحذر على مراجعة الاتفاق النووي مع إيران. وفي المقابل أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان تطرقت إلى العمل على إلزام إيران بوقف دعمها للإرهاب. إن السعودية يهمها في المقام الأول السلوك الإيراني في المنطقة، ولن تسمح لإيران وأذرعها بتخريب بلدان المنطقة. وما شهدته العاصمة السعودية خلال زيارة ترامب إن دل فلا يدل إلا على عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين بعد فترة وصفت بالفاترة خلال حكم الرئيس السابق باراك أوباما.